اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه الكبار الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ مشرف. ازيك كابتن؟ ازي حضرتك؟ مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. دوري 43 والبطوله الخامسه في الموسم. ماشي. الله وخميس. كنت عايز اكملها بس قلت بعد ما نخلص، بعد ما نبارك للاستاذ عبد الحكيم ابو علي. ازيك يا استاذ عبد الحكيم والف مبروك. اهلا وسهلا كابتن اسلام، مبروك لحضرتك ومجلس اداره النادي واللعيبه والجهاز الفني، مبروك لجماهير النادي الاهلي اللي هي عنصر اساسي واحد اهم عناصر المنظومه. استاذ عصام، اخد برضو راي حضرتك في هذا التتويج والبطوله الخامسه في 10 شهور او في اقل من 10 شهور. صحيح، كلام ينم عن شغل، وبالفعل يعني التقديرات في محلها فنيا، والدليل انه ده كان مخطط ليه، وانه الكابتن خطيب ربنا يديله الصحه في لقطه امام يمكن المبنى الرئيسي كده وهو يبارك للاعبين، قال لهم خلاص انتوا فرحتوا امبارح واحتفلنا، الجمهور المالك الحقيقي للنادي طبعا في كتاب الاهلي معرف بكده، بكرة في البطولة الجديدة وما يستجد من البطولات. هذه البطولات يا كابتن لا تأتي أبدا مش بس عشوائية، لا تأتي أولا بعمل غير منظم، لا تأتي إلا ووراها مؤسسية. وانت جاي كده من يعني من أول ما بتنزل من البيت عشان تركب وتروح النادي بوسيلة المواصلات، فانت مخطط الساعة كام تبقى فين وتعمل إيه وكذا، كل فيه عمله يعني. وبالتالي يا جماعة النادي الأهلي بيحقق المعادلة اللي لما بنقولها الناس بتزعل، معادلة المؤسسة العظمى الحقيقية، والعظمى دي مش بس جماهيريا، لا العظمى بالتكتيك، عمل منظم. المدير الرياضي إذا لم يكن هذا المسمى هتلاقي على طول في مسمى زيه. المشرف على الكرة هو مفوض من مجلسه، المدير الفني لديه فريق عمل طويل عريض، لديه كل ما يمكن أن يوصف بأنه فني، الإداريين فريق عمل طويل عريض. يعني الحقيقة مهما استفدنا النشاط الرياضي وبالتالي إذا حتى كادت بطولات أنها تبقى على حافة الخطورة أنها ما تجيش النادي الأهلي، لكن سبحان الله كانت في النهاية دائماً بتندفع اندفاع نتاج عمل متواصل، لم يخشى الأهلي أبدا في أي مواجهة في فرق كتيرة، لكن طبعا الكرة هي قلب الصناعة النابض. يعني يكفي أن أنت تخرج من مباراة فائزا بهدفين لهدف، فيخرج عليك يعني مهاويس الكرة اللي ضدك علشان يقولوا انتهى الطموح انتهى الأمل، فتجد أن المسألة بتدار في النادي الأهلي إداريا على انه لدينا نصف اخر للمباراه، وفنيا بحوار من الجهاز الفني بقياده الراجل المحترم كولر انه احنا اعتبروا الاستراحه طولت عن ربع ساعه الايام ولدينا شوط اخر ان شاء الله. ده كلام يعني بوضوح شديد يدل ان هناك مؤسسه، وان المؤسسه لها المساهمين اللي هو لو تحدثنا عنهم يطول بقى الحكي، اللي هو الجمهور، تشكيل منه عامل جمعية عمومية وتشكيل آخر يحمي عمل هذه المؤسسة، وإلا لرأينا آراء متعددة في الإدارة وآراء متعددة في الصفقات وكذا، لكن أنت مع النادي الأهلي لا تشعر إلا بعمل مكتمل طول الوقت. ده ببساطة شديدة عنوان ما هو يعني جديد في النادي الأهلي، وليس جديد عن النادي الأهلي، ولا حد يقول لنا متى تنقطع البطولات، مفيش أوقات بتنقطع، لأنه العمل يتواصل جيل بعد جيل. استاذ عبد الحكيم، بص انا هقول لحضرتك نموذج صغير جدا يثبت لك ازاي النادي الاهلي بيشتغل. امبارح بيراميدز خسر من سيراميكا كليوباترا وتوج الاهلي رسميا بالدوري. صحيح. النهارده في التمرين مستر كولر وكابتن سيد مع اللعيبه، مفيش احتفالات، احنا عندنا ماتش مع الاهلي والزمالك بعد بكره. تخيل انت واخد البطوله الخامسه في الموسم ويجي المدير الفني ومدير الكوره يقول لك ايه؟ مفيش احتفالات. نسكت لحد كده؟ رئيس النادي رئيس النادي جاي لك كابتن محمود الخطيب يثبت على الفكره بتاعه المدير الفني ومدير الكوره، جاي حاضر التمرين واتكلم مع الجهاز الفني ان لا احنا عندنا ماتش، عندنا بطولات بعد كده، خلاص نقفل الاحتفالات، مفيش احتفالات دلوقتي. ده نموذج صغير جدا يثبت لك ازاي الامور بتدار في النادي الاهلي، ازاي الفكر بيشتغل. لما جينا هنا يا كابتن اسامه كنت حضرتك اتكلمت وقلت كانت نقطه مفصليه لما الاهلي خسر من سان داونز، ودي على فكره ممكن نتكلم فيها كتير جدا ان دي نقطه محوريه في الموسم.
صحيح. ازاي تعامل النادي الاهلي بمنظومته بالكامل بما فيها اعلامه، ده جزء مهم جدا في الموضوع، ان انت ازاي قدرت تتعامل مع خساره ممكن تهز كيان او نادي او مؤسسه تخليه يتدمر في نص الموسم طبعا، او يحتاج وقت للعوده او يحتاج وقت للتعافي. ازاي عرفت تتعامل مع المرحله دي، وازاي قدرت تعديها؟ ومش تعديها وبس، ده انت تعديها وتوصل لمرحله انك تعمل موسم تاريخي، موسم تاريخي 5 بطولات، ولسه عندك كاس مصر وعندك السوبر الافريقي، ممكن توصل ل7 بطولات. دي يعني امثله صغيره جدا تثبت لك النادي الاهلي ليه بياخد بطولات، ليه بيتوج، ليه بيشتغل بالشكل ده. طيب استاذ عصام، بما اننا بنتكلم عن او هنتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك، خليني ابدا برضو بكلامنا عن التحكيم. رايك في وجود طاقم تحكيم مصري لهذه المباراه؟ الحقيقه يعني كنت اتمنى ولا زلت اتمنى انه الى حين يعني دخول التحكيم لمصر بمعناه المفهوم، يعني رغم ان هناك على مستوى الافراد ناس لو دخلت بقى الماكينه ممكن نسعد بوجودهم، يعني هي اسماء لا تتعدى 3-4 من الاخر يعني، وربما وجوه جديده اخرى، لكن بتكلم على الناس اللي في صداره المشهد يعني. لكن طبعا يبدو انه بنهمل تاريخنا وناس بتحترم اكتر مننا، زي الراجل يعني حتى لو لم تظهر له بعد اماره بيريرا، اللي مصمم انه جاءت فرصه طيبه لاستخدام التحكيم المصري ما دامت المباراه نتيجة المحل بيقول ان هناك كبير فاز هو النادي الاهلي، وبالتالي القمه صحيح تبقى رقميا هي الكلاسيكو العربي الافريقي اللي له رقم دولي، واتمنى ان الناس تفهم ده كويس، وكمان عايز يدي الفرص. لكن كنت اتمنى لحمايه ما تبقى من املنا في تحكيم ان يكون طاقم اجنبي، انما الاهلي بيعاول كثيرا على فكره إذا كنتوا تروا أن مصر بحاجة لأنك أنت يكون القرار ده شامل، أنه اللي تعافي زي ما قال حكيم على فريق الكرة على تعافي التحكيم، أنا معكم حتى لو الموضوع جه عليا شوية، إنما في الآخر لما تشعر أن الآخر أو منافسك بيقول أن التحكيم الأجنبي هو مناصي، واللي هو يعني متفهمش إزاي الأرقام تؤكد أن مع التحكيم الأجنبي الأهلي لا يضيع حقه حتى إذا خسر النتيجة. الأهلي مقر وماضي وموقع كل الاتفاقيات القارية والمحلية والدولية على أن المنافسات لها 3 نتائج، إما أن تفوز أو تتعادل أو تخسر، ما عندوش أي غضاضة، والدليل أنه عمره ما بيغير على خلفية نتائج وكذا. وبالتالي أنت النهاردة لم تستكمل المواجهة، أخشى أن التحكيم يتأثر في المباراة دي، مش عشان النتيجة، النتيجة تبقى دائما لصالح المجيد أيهم يعني، لكن في الآخر هي لصالح المجيد، لكن أخشى أن السيناريو ده يا كابتن إسلام يكون سهل على اللي عايز يرمي طوبة على القمة ولا يأخذ في الاعتبار أنها قمة عالمية، وأن عالمنا العربي في أقل تقدير والشرق أوسطي كرويا بيتابع قمة الأهلي والزمالك. دي بقى الحالة اللي فعلا لا تحتاج صمت الإعلام على الأقل، أنك أنت تبقى عادد العدة أن اليوم ده ما يعديش كما نتمناه، هيعدي على خير، احنا في مصر الكبيرة قوي ممكن تيجي تقول على مصر الكروية حاجات كتيرة لأن من يقود لا يستحق، إنما لما نتكلم عن مصر الكبيرة هي قادرة أن اليوم هيعدي على خير، عشان كده ما قلتش اليوم ما يعديش على خير، لا قلت يبقى في خبط ورزع في طوبة. الصناعة دي طوبة تلقى لا تستحقها أبدا الحالة في الجمهورية التانية، الحالة في الشارع المصري، الناس عايزة تستلهم أي شيء يركنوا إليه أنه يستحق بالفعل التواجد والحضور وكذا. هل هيقدر من وافق على تحكيم مصري أن يحمي الحكام المصريين؟ أتمنى. طيب أستاذ عبد الحكيم، النهاردة أيضا بيان من رابطة الأندية بتسليم درع الدوري يوم 19/7. أنا بصراحة مش فاهم المبرر، بس طالما النادي الأهلي تمام اتفق مع رابطة الأندية خلاص، أصل هو في الأول وفي الآخر بيبقى الطرفين أصحاب الموضوع، بما إن النادي الأهلي ارتضى خلاص. لكن أنا بتكلم لو أنا كرأيي الشخصي، ماذا يمنع إن أنت تسلمه في ماتش بعد ماتش الأهلي والزمالك؟ الأهلي توج رسميا بالأمس، ودي يعني أنا بالنسبة لي علامة استفهام، هل أنت مش قادر تجيب الدرع؟ الله أعلم. هل مش عارف تطلع الدرع؟ الله أعلم. أنا بالنسبة لي شايف إن كان ماتش الأهلي والزمالك حتى لو كانت الفوارق كبيرة جدا بين الأهلي والزمالك، حتى لو كان النادي الأهلي هو اللي توج بالدوري والزمالك ما بينافس على الثالث والرابع، بس تبقى الأهلي والزمالك، تبقى مباراة ديربي، تبقى مباراة قمة، لها طعم تاني أنت تسلم الدرع بعد مباراة بحجم
الاهلي والزمالك، لكن بما ان الطرفين ارتضوا خلينا نستنى بعد ماتش حرس الحدود يوم الاربعاء اللي جاي. مع ان انا كنت كشخص ماتش الاهلي والزمالك، وانت حضرتك كابتن كنت لعب ولعبت ماتشات كتير، لها شكل وطابع تاني خالص حتى لو كان فريق اول فريق المركز الاخير. طيب انا عايز اقول حاجه بس انت اللي مش حابب ان الدرع يسلم على فكره افاد فريق الكوره مش النادي الاهلي، في الاخر هم لعيبه كوره شباب على اكثر نضجا شويه. لا مش بس هيفرق، يعني انت ما خدتش بالك انك لو جبت لهم الدرع وكذا يمكن تشتتهم يا اخي ربع تلت ساعه من التسعين دقيقه، كان لازم تبقى اذكى من كده. لكن انت دفعتهم الى صرامه كامله، انت دفعتهم الى الاهتمام اكثر واكثر، مش بس لانه الديربي زي ما قال الاستاذ عبد الحكيم الغني بنتائجه لصالحك، ثم ايضا هو بطوله في حد ذاته، لكن انت دفعت كتيبه اللاعبين، انا بتكلم عن اللاعبين تحديدا، لعدم النظر حولهم حتى مش لتحيه الجمهور، للابتسام مع الجمهور الا عقب انتهاء المباراه. وانا بقول لك سبحان الله انت تدفع باذن الله ثمن انك فاكر انك كده بتغلق منافذ الفرحه على النادي الاهلي. لو بعد كده في سؤال يا كابتن اسلام، طب ما احنا هنلعب المقاولين، الاهلي هيلعب المقاولين يوم الاحد، طب ليه مش المقاولين؟ وليه اشمعنى حرس الحدود الماتش الثالث من التتويج؟ برضو انا برضو في استفهام انا مش فاهمها، عشان ما يبقاش يعني معرفش يعني برضو فاهمني يعني. طب انت مش عايز ماتش اهلي وزمالك؟ قريت البيان؟ اه البيان واضح ان هناك اتفاق ما بين النادي الاهلي والرابطه، وان النائب احمد دياب اتكلم مع كابتن محمود الخطيب، واتفق على هذا الامر بعد سؤال الجهاز الفني او رؤيه الجهاز الفني ان يتم تسليم الدرع يوم 19. ما انا قلت لحضرتك في البدايه ان طالما ده باتفاق خلاص احنا تمام، اهم حاجه في المنظومه الاتفاق، طالما انت اتفقت خلاص ده محدش يقدر يتكلم. النادي الاهلي انا ده رايي الشخصي، ده بكباره النادي الاهلي مع احترامي للجميع، لكن عشان تقول لي ان النادي الاهلي سعيد بهذه يعني المساله، الاهلي زي ما قلت لحضرتك هو يعني قاعده المثلث، هو من يحمل دائما مغبه ان كل شيء يبقى تمام ولا يشارك ابدا الا فيما هو لصالح هذا الوطن كرويا او في الحياه العامه. والدليل انك انت النهارده لما بتقول كده بتقول كلام لا يمكن تفسيره، يعني ايه اتفقوا النهارده؟ ها؟ يعني ايه ما بتمشيش نفس اللي حصل ان المباراه التاليه على انتهاء المنافسه على سبيل النقط سلمت لي البطل اللي بحوزته اللقب، ثم الان هناك بطل جديد، ايه بقى اللي اتفق رئيس الرابطه مع رئيس النادي الاهلي؟ اتفاق يحترم لانه حدث بالفعل زي ما حضرتك قلت، لكن انا املك تحليل اخر، لا النادي الاهلي وافق على ما يريده المسؤول عن الكره ما دام ده أكتر حاجة يقدر يعملها، لكن الحقيقة إذا كان هناك ما هو لائحي وأنه في كل العالم يا سيدي تسلم الدروع في نهاية البطولة ما كان يجب أن تفعل الموسم الماضي قبل الماضي. قبل الماضي أنا آسف، في يعني قبل موعدها بمباراتين صح حكيم، في قبل موعدها بمباراتين كنت خليك على مسطرة واحدة، لكن الأهلي الآن ليس أمامه إلا أن يكون ويظل كبيرا فيوافق على أنت عايزين إيه؟ زي التحكيم المصري يلا بينا. نعم، ولكن عندما يجب أو عندما يتم تسليم الدرع بيتم تسليم الدرع في أرض الملعب الفريق لا في أرض الفريق الفائز الفائز وبالتالي على ملعبه مباراة المقاولين ليست مباراة النادي الأهلي اللي هي يوم الأحد عشان كنت أنت بتقول يا أستاذ معاك إيه، فبالتالي تم التأجيل لمباراة يوم الأربعاء وهي مباراة الأهلي أو مباراة ملعب النادي الأهلي، وبالتالي لن يستطيع بص يا كابتن سامي اللي أنا كنت أقصده أن تسلم الدرع يوم الأحد اللي أنا أقصده يا كابتن اللي أنا أقصده أن أنت عندك مجموعة لعيبة، نفترض الجهاز الفني عامل خطة معينة أن نريح مجموعة من اللعيبة، ليه تحرم اللعيبة جزء من اللعيبه انهم يحتفلوا بالانجاز؟ اللعيبه بتحتفل وبتظبط وبتعمل كل حاجه. لا يا كابتن هناك دي حاجات بتبقى يعني لحظات يا كابتن على سبيل شغلنا. لا ده بالتاكيد اللي انت قلته برضه تادبا اولا يعني كابتن اسلام مقدم القناه التي تحمل اسم النادي الاهلي قال انه يعني قال لنا ليه الماتش اللي بعد الجاي؟ يا اخي في قناه اخرى مثلا الاهلي كوميدي كان ممكن تعدي ويسيبها كده مفتوحه، اثنين صحفيين قالوا التدليس قالوا ليه ماتش زياده؟ الجزء الاخر ان كولر معلوماتنا كصحفيين ودي بقى ليست سر ولا تسريبه انه كان يود ان ينتهي موسم
حوالي 12 ل 14 لاعب عقب مباراة القمة ليخرجوا أجازات مقننة، أكيد هيستبدلها زي ما حضرتك قلت، الراجل معاه كتاب الكرة كله، لكن للأمانة لو على الجهاز الفني كان يريد بدء فعاليات الراحة بنسب هو عاملها بقى ما شاء الله فنيا وعلميا. أو كده كده الدرع معاك بقى وتصور. ما أنا بقول لحضرتك يعني أنا بشوفها طبعا طبعا هي حاجة رائعة إن أنت تستلم الدرع بعد مباراة أهلي وزمالك والكلام ده كله، ولكن في النهاية أنا بشوف إن اللعيب عمل اللي عليه، خد اللي هو عايز ياخد اجازته، انا متاكد مليون في الميه طبعا، انا بقول لك ده احساس لعيب مليون في الميه، اللعيبه دي عايزه ايه؟ عايزه يوم الخميس يجي اكسب كمان يوم الخميس ان شاء الله، بعد كده بقى سيبني اخي خد اجازتي، سيبني استريح. انت ما شفتش الفرحه اللي ما بعد مباراه ال 48 ساعه بال 48 ساعه انا افتكر انا وانا قاعد بتفرج ما بيبعتوا لي الفيديو، قاعدين بنتفرج قلت احنا خدنا الدوري ولا ايه؟ لقيتهم اللعيبه مبسوطه ان هم خدوا 48 ساعه ضغط. فما بقى طبعا لانه وهو قالها بعد كده في المؤتمر الصحفي قال لك فرحوا باليومين الاجازه اكتر من الثلاث نقط. من الثلاث نقط ليه؟ لانه ضغط عصبي شديد جدا. ما هو دي جزء ما حدش بيتكلم عنه كابتن اسلام. في 2007 عندما فاز النادي الاهلي، انا كنت اتشرف بالتواجد، عندما فاز النادي الاهلي ببطوله الدوري قبلها بسبع ماتشات وكان مباراه الزمالك في اعتقد قبل الاخيره في الدوري، مانويل جوزيه ادى الراحه ل 14 لعيب 14 لعيب وهو نفسه سافر ولكن كان واخد قرار من بدري وما كانش السوشيال ميديا بالقوه اللي موجوده دلوقتي، وكانت المباريات يعني امور كثيره جدا. انا اقصد اقول لك انه في الاخر هو يهمه واللعيبه يهمها الراحه، وبعد كده لما اللعيبه ترجع هتاخد الصوره وهتاخد كل حاجه. ده قصدي يعني هو الراجل كان محتاج ده علميا، ما احنا بنقول علميا وهيريح لعيبته وهيريح لعيبته ده البرنامج بتاعه طبعا. بص يا كابتن احنا مش معترضين على فكره على الموضوع، احنا بنقول طالما كان متاح الفكره. لا اصل بص انا هقولها الكابتن بحس واحد تاني، انا عن نفسي نهايه الدوري انا خدت البطوله، انا عايز المكافاه بتاعتي مش فلوس، المكافاه بتاعتي ان انا اجيب اسرتي احتفل بالدوري واطلع اجازتي. ده على فكره شعور طبيعي جدا عند كل الناس طبعا. يعني هو انا عارف ان كده كده ولاعيبه الاهلي مش محتاجه اصلا، يعني واحد واخد خمس بطولات منهم دوري ابطال افريقيا وطلع ثالث عالم، ما كل اللعيبه دي عاشت القصه دي وكسبت الدوري وكده، فبالنسبه له الصوره. لكن اسرتك برضو انت عايز تعيشها معاك، اسرتك اللي تعبت. شفت الراجل قال لك ايه؟ قال لك انا بديهم يومين راحه ليه؟ محتاجين يقعدوا مع اسرته. صحيح. فرقه لعبت خمس مباريات في 13 يوم. ما بيحصلش. انا يعني الناس اللي بتقعد تتكلم تقول لك ارقامها تبقى قياسيه على فكره وتاريخيه. والله العظيم. ايوه والله، يعني ده على فكره انت تلعب ماتش الاربع وماتش السبت دي صعبه جدا يا كابتن. الاسبوع اللي جاي انت تلعب خميس مع الزمالك، حد مع المقاولين، اربع مع حرس الحدود، يعني في ست ايام بتلعب ثلاث مباريات. منهم ماتش قمه. لا ما هو خميس حد اربع، من الخميس للاربع ست ايام او سبع ايام. سبع يوم بتلعب ماتش قمه منهم، يعني ثلاث مباريات في ست ايام او سبع ايام. طب يا جماعه اللي انتوا بتتكلموا، هل حد فريق في الدوري المصري كله اخر خمس سنين، مش هقول لك قديم، عمل الكلام ده؟ حصل معاك الكلام ده؟ حصل. الاهلي عند كلمته، مش رجع بالابيره السمراء فطلب يوم يومين، قال لك همشي طالما لازلنا على الاتفاق. انا عايز اتكلم فيها بقى. صحيح انا الكلام ده على فكره مقتنع باللي انت بتقوله ده 100%، ولكن انا مقتنع ان النادي الاهلي عندما يتمم اتفاق على شيء او ينظر للائحه فيرى ان هناك تاجيل ما بين في الدور النهائي مثلا في بطوله الدوري ابطال افريقيا ما بين المباراه الاولى والثانيه، اللائحه بتقول كده صح؟ مظبوط. اللائحه بتقول ان انت تلعب اليوم الثالث. واللائحه دي اتعملت عشان الزمالك اصلا مش عشان الاهلي على فكره، بعيدا عن انها اتعملت لمين. ان الاهلي وافق يعني، ان الاهلي وافق على هذه اللائحه، وبالتالي هو الكلمه اللي قالها الاستاذ حسن بقى ان هو ايه؟ احترم بلتزم. ممكن بقى بدايه من الموسم القادم يحصل ايه؟ لا بدل ما هي يومين نتحدث بقى عن جديد، ممكن اقول اربع ايام. فاهم قصدي؟ بس السنه الجايه هتلعب يوم ويوم وتبقى لا ممكن والله على لا بس الاكسترا يا كابتن السنه الجايه احنا اتكلمنا في الحلقه اللي عدت وقلنا معلش السنه اللي جايه 10 بطولات، انت السنه دي بتعاني وعندك اربع بطولات صح او خمس بطولات، السنه الجايه 10 بطولات اضافيه صح 10 بطولات. ما انا بقول لك النادي الاهلي يجب ان هو بقى السنه الجايه يقف ان كل اربع ايام ده صحيح يناقش، تتم المناقشه. ما هو خلاص بقى هلعب، هخلص شهر 7 زي ما هخلص شهر 8 زي ما هخلص شهر 9 يعني. ما دام على فكره لو دخلت فترات راحه وبالعلم، ما هو ده يبقى ضمن النقاش، ما فيش حاجه هتحصل غلط. المتضررين هو النادي الاهلي اللي بيلعب على طول، بيلعب اكتر البطولات، اللي بيكسب اكتر البطولات.
فبالتالي يجب ان يكون هناك نقاش زي اللي احنا بنتكلم فيه ده، ده رايك وده رايي وبالعلم وبالعلم يا جماعه وبالقانون. ما تقوليش على راي حكيم العب يوم ويوم وده معناه انه فريق بتقضي عليه. حل الموضوع على فكره سهل، احنا عمالك نتخانق. لا مش سهل هو. لا حل، لا والله حل بقى لنا من سنين والله عمالك نتكلم فيه. عمالك نتكلم فيه، انت عمالك تتخانق على دوري المحترفين السنه دي. حل الموضوع ان انت تخفض انديه الدوري ل 16 نادي او 14 نادي. طبعا يعني بقول لك يا استاذ عصام ترد انت على عبد الحكيم لا اتفضل. هي اصل هو الرد موحد الحقيقه، اذا هم مش قادرين يظبطوا مسابقه حكيم عايزهم، اصل ده عايز تخطيط للمستقبل، لان ده هيحتاج ثلاث مواسم على الاقل بالمناسبه. بالظبط كده. وقدره انك تبقى الدوري الامارات انك ما بتدورش على صوت انتخابي، بتدور على صالح الكره المصريه. لا مش بقصدش الدوري الامارات بيتلعب في يومين ما فيش غيرهم، خميس جمعه اللي هم الاجازات اللي الناس صاحيه تاني مش موجوده، خميس جمعه بس. كل العالم كده. ما انا ما بقارنش بالدوري الامارات على فكره، انا بتكلم على جزئيه ان انت لو انت عملت العدد ده هتريح حاجات كتيره جدا يا اخي. ده دوري المحترفين، دوري المحترفين بتاع القسم الثاني هيتلعب ولا مش هيتلعب؟ المفروض انه يتلعب، لانه كنت انا بقول النقطه الاكثر. ايوه لا انا بسالك بعد الاجتماع بتاع امبارح. هيتلعب؟ متاكد؟ اه بيتسوق. بيتسوق اوكي، بيتسوق وفي رعاه مقدمين. لا بيتسوق قد، بص فعلا. بص خلينا، اصل هو خرج امبارح بعد الاجتماع الودي اللي حصل، ما اعرفش هو اجتماع رسمي ولا ودي. ودي اجتماع ودي، طلب جلسه، طلب قعده. قعده يعني. والله نقول عليها قعده. القعده اللي اتعملت مع الانديه ورؤساء الانديه اللي في القسم الثاني، طلع بعدها معظم المسؤولين في هذه الانديه. لا كلهم او كلهم يعني رصدناها في الموقع حكيم، جبنا كل اللي هو ايه، شكرا على كذا، شكرا على التاجيل، شكرا. بينما خرج بيان الجبلايه بيقول لقد قدموا وسندرس في المستقبل. بس انت عايز تتكلم الحقيقه يا كابتن، هو الفكره سيبك من اي حاجه تانية، الموضوع لازم يتعمل. الموضوع لازم يتعمل. طبعا انا معاك، انا معاك. هو قصده هيحصل ولا لا، هيحصل ولا مش هيحصل. هو انا سيبك من ان انا احنا بنتكلم ان هو هيتعمل ولا مش هيتعمل، دي قصه تانية، لكن انا بتكلم في ان هو اللي بيتقال بيحصل ولا لا، بيحصل ولا لا. عارف القعده امبارح؟ عارف القعده امبارح يا كابتن؟ انا ما اعرفش اللي حصل جوه، بس انا وجهه نظري. هل انت انتخابيا هو ده هتقدر؟ هو ده، انت عندك انتخابات كمان سنه ولا سنه ونص، هتقدر تقول للناس اللي انت نزلتها درجه واتنين تعالوا انتخبوني تاني؟ هو ده لو انت كنت عايز تنزل انتخابات، انت عايز انتخابات ولا عايز كوره؟ لا معلومة تانية. عايز اقول لك حاجه، هم لو عملوا كده كثير من اللي ليهم في الكوره هيسقفوا لهم طبعا، اتحاد كره القدم طبعا، لانهم ساعتها هيكونوا بيغيروا من شكل كره القدم في مصر. ولكن لما تيجي تتكلم عن اللي حصل في القعده امبارح، دمه خفيف الانديه، عشان فكره بعضهم طبعا ملمس مع اعضاء مجلس الشعب والانتخابات مش بس في الكوره، ومجالس سابقه ضدهم ومعاهم، قال لك احنا هنطلع نقول شكرا نحركهم، وانتوا تطلعوا تقولوا اللي انتوا عايزينه. يعني القعده خلصت على كده، احنا هنطلع نقول كده. يا كابتن بس انا معلومتي الاتفاق. يا كابتن بس انا معلومتي ان هم الموضوع بيتسوق، فمعنى كده ان الموضوع ما فيش تراجع فيه، ودي المرحله الاولى يا كابتن للقصه. ما هو خلي بالك لو اتسوق يا استاذ ابو حكيم يبقى كويس، لانه معنى كده ان هيخش فلوس، معنى كده ان الانديه. انا كنت هقول لك على ايه بقى، ان الانديه الشعبيه هي اكثر المتضررين طبعا. لو لا قدر الله، انا مش عايز اسوان ينزل مبدئيا اهو طبعا، عشان الناس تبقى. لا طبعا 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 طبعًا. لو اسوان لا قدر الله نزل، هيبقى اكثر المتضررين نادي اسوان، مؤكد. هو هيروح يلعب الترسانه في، والله في اكثر المتضررين كره القدم. وبعدين مثلا يعني انا مش عارف مين الانديه اللي هتلعب في دوري المحترفين، او يعني هبص عليها دلوقتي، لكن هيلعب فرقه في اسكندريه ولا في بحري، وبعدين يرجع يلعب في الغرب اسوان، وبعدين يروح يلعب في الغربيه، وبعدين يرجع يلعب في اسوان. ما هو دوري المحترفين هيديلك فلوس، هيديلك فلوس كويسه. لا كويسه يا كابتن، يا كابتن اول امبارح بيع الدوري الممتاز ب 35 مليون. لا ده موضوع مختلف يا عم الممتاز. لا لا ده البريمير. استنى يا استاذ، الموضوع مختلف تماما. انت هنا كل نادي بيسوق مبارياته في الدوري الممتاز بيعمل رعايته لوحده، انت هنا هتبيع رعايه للدوري وهتبيع حقوق بس التلفزيون. انا هو انت اهو، انا هو على الاقل نادي هياخد له على الاقل كل نادي 10 12 مليون جنيه. انا هو انت اهو على الاقل 10 12 على الاقل. اتمنى برضه. طب هنشوف لو الدوري. انا ما انا ما اقولش ان هو لو 10 12 مليون. ايوه انا بقول على فكره ما حدش هيقول لا. ايه انديه كتير هتقول شوف مش هتقول. في حاجتين، لكن لما تقول لك 3 4 مليون 5 مليون بكتير. هي الانديه دي يا كابتن ما بتجيبش 5 مليون على فكره، حتى لو 5 6 مليون ده كويس جدا. لا 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 الانديه كتير بتصرف، هو لازم الموارد اللي عندهم. ايه
الموارد اللي عندهم. عم بحسب السفر بس يا جماعه. لازم الناس تفرق بين ان عندها هي صاحبه رساله في بلد بتحاول تقوم في كل مناحيها. هم اصحاب رساله لا، زي ما قال حكيم هو وحضرتك اكدت، هو عايز الكرسي ولا عايز السيستم بس وعايز الصناعه اللي هتجيب فلوس ووجاه وكل حاجه. بس جزء اساسا من مشكله الانديه الشعبيه، احنا اتكلمنا في الحلقه اللي عدت ان جزء من مشكله الانديه الشعبيه اللي قاعد على الكرسي هو اللي مش عايز يحل برضه. ما انت ما ترميش كل حاجتك على الموجود. لا، المخطط يا حكيم بقى انا عمري ما اختلفت معاك، لكن اللي بيخطط ملوش دعوه برئيس النادي. انت ازاي بتلعب الرعاه كوره؟ ما انا بقى مش هيطلعوني، انا الوحيد اللي بقول كده. الرعاه ما بيلعبوش كوره في كل العالم. مظبوط. الرعاه بيعلنوا، ما تعمل المشروع الحلم بقى. صحيح. الله. لكن انت عمال تقول لي على اسماء، مش عايز ازعل حد، لان الكل بقى كده. ما فيش حد في العالم بيشتري لعيبه ويبني سور. ما انا بقول بشكل عام. خلينا نتكلم بشكل عام. حتى الذين جاؤوا للاستثمار وغادروا راحوا اشتروا انديه مدن، ما حدش فيهم اشترى لعيبه وبنى سور عشان يكايد حد، مش مسموح له. وللاسف جزء مننا احنا كاعلام وصحافه بنقعد نقول اه يا جدع مستثمر، يا جدع اه يا جدع. لا يا حبيبي، لا يا جدع، مش مستثمر. الاستثمار هو المشروع الحلم، لان هي ادارات شاطره بالمناسبه يعني، وانقذت الكره المصريه من 3 عقود لو انت فاكر. صحيح. بمنشات وتعديل بعض النظم. ماشي، تعالى بقى يا عم اعمل مشروع الشراكه ده بقى، العب لغايه 10 سنين، والاول يبقى نادي بيبيع تذاكر. وانا بقول حاجه غريبه يا جماعه، بيع تذاكر ومجات بس. هو عشان حضرتك قلت ده، انت لو بتتكلم في حاجات افضل يعني، في حاجات لو انت بتتكلم على دور المحترفين في مشكله. انا وجهه نظري برضو يمكن الناس اتكلمت في القصه، ان انت تسعى لزيادة عدد الجماهير. هو طبعا مش قرارك بالزبط. بس تسعى، تمام، تسعى فيه. ده انا وجهه نظري هيعود بالفايده اكتر بكتير. بقول لك ايه، هو انت لما تلاقي جمهوريه شبين بيلعب والاولمبي بيلعب وكل الانديه والترسانه ودمياط وحضرت وكفر الشيخ عشان ااكد لك اكتر كده، بقى في جمهور. طب فريق من دول والفريق اكس الشركات تاني برضه في جمهور. طب لما يلعبوا سوا بقى وهي مباريات كثيره، حد هيجي غير بتاع الوجبه والاتوبيسين؟ لا يعني لازم المشروع الحلم ده، انا ما بتهمهمش بحاجه. حركوا اللي جيتوا لقيتوه، ما فيهاش حاجه، اعملوا لها قاعده يا جماعه. طيب عموما في النهايه يعني، هل سيتم تطبيق من وجهه نظرك دوري المحترفين في القصه؟ اظن خاصه انه مع وجود اعلام زي اعلام النادي اهو بقى، وده اعلام بقى كمان المفترض انه اعلام بتاع نادي يعني. انتوا فئوي اكدتوا على فكره انه عامر حسين لابد من مسانده مشروعه الذي لم يتاخر، ثم نقاش جديد. وايضا هنا هو ادي كنت بتقول ان هذا لصالح كره القدم طبعا. وبالتالي اذا لم يفعلوا الا هذا المشروع مبدئيا لحين حلمنا الكبير موافقينهم، يبقى ابطال. ولكن تخيل رغم كل ده، انا مع حضرتك في هذا الكلام، ولكن اذا كان هناك تسويق زي ما الاستاذ عبد الحكيم بيقول. لا، في كلام على التسويق، كل نادي يقدر ياخد الفلوس اللي هو عايزها. في تسويق، مش اللي هو عايزها يعني، ياخد فلوس. انا بقول لك، انا على فكره الرقم انا بقول لك ده اللي انا وافق عليه. ده انا بقول لك الرقم يعني، انا من خلال اتكلمت مع ناس قال لي ممكن يتباع حقوق بس تلفزيوني وحقوق رعايه، ممكن توصل لستة سبعة تمانية. بس انا بقول لك ان في اتجاه للتسويق ده موجود، وفي ناس اتقدمت. ده موجود، خلاص، ده فيري جود يعني، ده حلو جدا في رعاه يعني. المعلومه اللي انا واثق منها ان في ناس يعني في ناس متقدمه. صح. انا هنا اقصد ايه، ان هنا اذا تم تطبيق مثل هذا الامر هو شيء رائع جدا، بالشكل اللي انتوا بتقول لحضراتكم بتقول عليه، ان الاستاذ عصام بيقول الحلم وفي نفس الوقت الرعاه. هو في رعاه خلاص. بس تخيل بقى لو عملوا المشروع ده، شوف بقى الرعاه دول لما يشاركوا هيبقوا هم الرعاه. انا بالظبط. بس انا يعني الموضوع بالنسبه لي هيبقى صعب. بحسبه بسيطه، هم كم واحد في دوري المحترفين؟ 20 نادي. مظبوط. طيب لو كل نادي خد 10 زي ما انت بتقول. لا انا بقول لك يعني 200 مليون. انا بقول لك الرقم. طب بلاش الرقم ممكن يكون يعني، انا قلت لك مثلا 6 7 انا بدي رقم 5. خلينا نقول 5. 100 مليون خلينا الخمسة. يعني 100 مليون مين اللي هيشتري ب 100 مليون؟ ليه 60 مليون جنيه بس فضائل كل المباريات دي؟ لا استنى، 60 70 مليون لما تبيع الدوري ده كله بس فضائل تلفزيون الماتشات دي كلها تتذاع، ما تجيبش 70 مليون؟ ما هو الخوف على تضارب المصالح بقى، لاحسن تخش بقى حاجات فيها. ازاي يا كابتن انت بتبيع بس فضائل الماتشات دي كلها؟ مستحيل طبعا. لا هتبيعهم باكتر من 60 70 مليون. لا الرقم سهل ان يعني اذا كان هذا الامر بالشكل اللي انت بتقول عليه هو تسويقيا، وان على ما هو انت كابتن النادي ياخد له 10. معلش بقطع كلام حضرتك. هو انت ليه عملت دور محترفين؟ عشان اصل انت مش هتنفع تروح تذيع ماتشات. ما خلينا بس معترفين، عشان بس احنا لازم نواجه الحياه في الاول قبل ما نتكلم. انت لو بتكلم دوري الدرجه الثانيه بالملاعب، في ملاعب لا طبعا لا تصلح
لا تصلح لا تصلح فمش هينفع تحط فيها بس تلفزيون ولا تذيع. فانت لما عملت ال 20 نادي دول على الاقل هتحدد ملاعب معينه تلعب فيها تعرف تذيع ماتشات، لان هو الفكره قائمه على انك تسوق المنتج ده، هو الموضوع اساسه قائم عليه. بحسبه بسيطه يا استاذ عبد الحكيم اهو، وانا حسبتها معاك. الكابتن قلقان لاحسن ال 100 مليون يصعب جمعهم، ان هم يجوا بس، لكن انا لو يعني جم ال 100 مليون طب ما ده يا احلى ما عليا. هو في معلومات يعني كده. معلومات صحيحه، في رعاه وهناك بث تلفزيوني، بس هيوصل كام هو ده الموضوع. هي بس في في عروض في عروض ما تعرفش ارقام. لا ما اعرفش ارقام، لان هو لسه الموضوع مشكله ما بيقولوش اصل. لا مش قصه ما بيقولوش، اصل هو القصه لحد دلوقتي ما اتخدش بقى. يعني انت النهارده اول امبارح كنت قاعد مع او امبارح قاعد مع انديه، فالفكره يوم ما هتتاخد ويتوافق عليه وتعمل ابروف وناس تدعم الفكره مليون في المية، هتلاقي السنه دي جبت 50 جبت 100، السنه اللي بعدها تجيب 200. ما هي الفكره كل ما بتنجح هتدور، كل ما العجله بتدور. اتمنى ان ده يحصل على فكره ماشي مره ثانيه ومره المليون اهو احنا قاعدين. انا بقول لك ان اتمنى ان ده ينجح. يعني فكره تطبيق نظام دوري المحترفين في القسم الثاني هي فكره عبقريه بصراحه، رغم ان هي اتاخرت قوي. لا يعني وانا مندهش يا كابتن اسلام، الناس اللي بترفض ليه؟ يعني انا مندهش والله العظيم لحد دلوقتي، انا عايز حد يوجد لي مبرر. استاذ عبد الحكيم هو انت يعني ما تزعلش، ما تاني هي يا كابتن مصاريف، من ناحيه، وبعدين الندم ما بيطلع. كان لينا حد يعني من الناس اللي تربينا على ايديهم، كان فريقه ينافس وبعدين يجي لغايه اخر ماتشين ده كلام بقى وما يطلعش يعني. ليه احنا بتوع اولا يقول لك ايه يا جماعه مصاريف اعلى، وبعد كده العين بعد ما نتعب ونعمل النادي من اساسه يجي ناس بقى عينها على الكرسي بقى هنا في المونتاج بيه. احنا سيبنا الاهلي والاحتفالات ودخلنا في دور المحترفه، خلينا مع الناس الجامدين يا عم. لا احنا كلهم جامدين وكلهم على لا النادي الاهلي يعني من لا حاجات سليمه نقولها كابتن اسلام، كلهم جامدين طبعا. انا اقصد اقول لحضرتك انه النهايه هي مثل هذه الامور هي من تطور كره القدم. الكلام اللي حضرتك بتقوله والكلام الاستاذ حكيم بيقوله هو كلام محترم جدا، ونتمنى ان يحدث. نتمنى واحنا سبورت حتى لو من غير الموضوع ده، بس نتمنى انه يكمل طبعا مليون في المية. انت عايزه يكمل وانا عايزه يكمل، عشان انا وجهه نظري شايف ان التجربه دي هي الجزء المرحله الاولى في انك تقلص عدد انديه الدوري فوق نفصلهم 16، مش هقول لك 14. هي دي الخطوه الاولى صح تمام، ان انت تريح انت المنتخب الاولمبي. انا بقول لك اهو من دلوقتي هتلاقي في انديه السنه الجايه هترفض فكره ان انت المنتخب الاولمبي ياخد لعيبته عشان يستعد الاولمبياد. ليه؟ بص اللعيبه دي هتبقى اساسيه في الفرق السنه الجايه، فهتلاقي صح. مثلا الانديه ترفض، لكن انت لو عندك خفضت عدد الانديه هتدي مساحه لاجنده لفيتوريا، تدي مساحه لميكال انه يشتغل مع اللعيبه اللي موجوده معاه، تدي مساحه للاهلي انه يستعد. ده الاهلي يا كابتن هيروح كاس العالم للانديه من غير ما ياخد مثلا حتى 3 ايام راحه. ما دي كل لو انت خفضت عدد الانديه هتوجد مساحه للانديه اللي بتشارك قاريا وعربيا والمنتخبات انها تبقى في فرص احتكاك، وده صحيح. مهم جدا الحقيقه لو عملوها يبقى يعني رقم في معادله للعلاج، والعلاج بيتبعه حقن طبعا بتوجع ودواء مر وكل حاجه، بس التاريخ هيذكر لهم انهم بداوا يدوروا عجله تاخر دورانها كتير في مصر. كابتن يعني. سمير زاهر الله يرحمه هو الفكره دي شغاله وما اتطبقتش. كل سنه يقول لك كل سنه من ايام كابتن سمير زاهر الله يرحمه بسبب نفس الحاجات اللي حكيم بيقولها لحضرتك، اللي هي فكره يا ترى يرضوا يزعلوا حد فيروح طالع 5 6 7 8. يا اخي في حد من اداره عبر لجان وكلنا كنا زعلانين منه وكان بيراعي المنافس جدا يعني من غير قواعد، لكنه لما قلص عدد اعضاء الجمعيه العموميه قلنا له شكرا. الناس دي لو ما عملتش غير المشروع ده نقول لهم مليون شكر. صحيح. رغم ما قابلوه من بلاء سيء في باقي الحاجات، لكن ده لانه زي ما قال الحكيم وحضرتك اكدت بدايه دوران الصناعه، عجله تطوير الصناعه. طيب اخيرا يا استاذ عصام، استاذ عبد الحكيم، المحله والداخليه واسوان من سيهبط؟ واحد من الثلاثه يعني؟ اثنين من الثلاثه. انا يعني مش حابب اثنين يهبطوا، اسوان والمحله. اسوان والمحله الثالث يقدر يعني طبعا داخليه على الدبابه يقدر يعوض، وماله نتاج رياضه وكل حاجه هم يستطيعوا في كل الاوقات، يعني ما عندوش حد هيزعل عليه كمان من غير زعل اللي هو الجمهور. احنا بنتكلم كمان عن جمهور صحيح. مش مسؤولين وكذا، وبالتالي ما اعرفش ازاي هو واحد لازم هينزل يا اسوان. بس هو الحقيقه اسوان اولى، اسوان ممثل الصعيد يعني. واحد منهم هيقعد واثنين هينزل. اسوان اولى فريق يقعد، هو ممثل جنوب الوادي ومن غير عواطف، هو فريق عنده محافظه كامله، المحله مقسومه بين ناديين اولا، ثانيا عرفت من السيد الوزير قطاع الاعمال السابق يعني ان هناك من جاء لاداره النادي وساهم كثيرا في ضياع الكثير والكثير من الفرص، لكن اسوان على مدار الساعه من مجلس الاداره للجمهور للاجهزه للعيبه
بتبلي بلاء حسن قدر المستطاع ولم تفرط ابدا، وبالتالي هي اولى ان تكون موجوده. يعني انا اتمنى الداخليه عشان لعيبه الاهلي والله، عشان لعيبه الاهلي اللي بيلعبوا هناك اتمنى الداخليه تقعد. الداخليه واسوان طبعا اتمنىهم يقعدوا عشان خمس ست لعيبه في بتوع الاهلي المقارنه. المشكله هناك فرقه واحده انت قلت، بس طبعا هي الداخليه على فكره فرصها صعبه جدا انها تقعد. الداخليه فرصها اصعب، يمكن اصعب فرصه في الداخليه يعني تلعب اسوان. الداخليه وكمان الداخليه هي المركز اللي قبل الاخير، فالداخليه الاقرب للهبوط مع حرس الحدود. ده موضوع منتهي، بس برضه كده انا كنت اتمنى، لان الداخليه مثلا عندهم خمس ست عناصر من بتوع الاهلي اللي هم معارين، اللي هم خدوا تجربه كويسه، كنت اتمنى التجربه تستمر. يعني هتيجي تجربه اخرى جدا، تجربه اخرى صحيح بالظبط، هتلاقي تجارب اخرى سواء في في في, في كلنا نتمنى بقى اسوان، كلنا نتمنى. مفيش حد ما بيحبش الكوره ما تمناش بقى اسوان. اسوان والمحله بالنسبه لي برضو يعني الفريقين اتمنى ان هم ينزلوا، بس هو اتمنى ان هم يقعدوا. هو المحله برضو اللي يخليك ما تبقاش قلقان قوي ان طلعت البلديه، يعني فنقدر نقول ايه في هناك جزء شعبي يعني. بس يا كابتن مع كامل الاحترام انا بحترم وجهه نظرك، بس فريق كان في الخمس مراكز الاولين في الدور الاول، انت اهملت كتير جدا. لا واضح جدا ان انا قلت لحضرتك السيد وزير الاعمال اللي السابق يعني. طبعا اللي قلبها فعلا صناعه، الراجل قال بعد كده هناك من ما معناه يعني اهملت في اقل تقدير. فاسوان الحقيقه لا منتهى الاجتهاد، جنوب الوادي يا جماعه لازم يبقى ممثل فخر بالنادي الاهلي وبكذا وكذا، ده اللي احنا بنتكلم عليه فكره. والناس بتقول لنا انت بتعملوا، انا قلتها المره الخمسين قلتها بره وقلتها هنا، المشكله النادي الاهلي لازم الناس تبص له. انا ببص على فكره تملي في الحته التسويقيه صحيح، النادي الاهلي بيتطور مع العصر، دي لازم الناس تاخد. هات لي اتحاد انديه ما فيش حد بيعمل اللي بيعمله الاهلي، لازم الناس تتطور. التسويق دلوقتي والفلوس هي الصناعه، لازم الناس تبص للموضوع ده. شوف النادي الاهلي بيعدد مصادر الدخل بتاعته، لازم الكل يبص للحته دي. ولو احنا لو الانديه اللي هي في انا معطلك انا عارف، لو الانديه اللي بتعاني في دوري المحترفين دي لا عشان عايز تخدم الانديه اللي في دوري المحترفين دي، لو اشتغلت طبعا ما فيش مقارنه، بس لو اشتغلت من زمان زي ما الاهلي بيساير عصره في الرعايه والتسويق والفروع وانك ازاي تشتغل اونلاين وديجيتال، كنت زمانك دلوقتي ما بتعانيش المعاناه اللي انت فيها حقيقي. وانا عايز حضراتكم تحضروا هذا الامر، ان احنا خلاص احنا تقريبا الحمد لله ربنا كرمنا بان احنا خدنا الدوري. الفتره القادمه هيكون عندنا الوقت انت وقتنا بملفات ممنهجة لصالح الكرة يعني المصرية يعني. وإذا لم يقودها النادي الأهلي وإعلام النادي الأهلي فمن طبعًا يقود يعني. وخلي بالك بيبقى هناك استحسان كبير حتى من إدارة النادي ومن جمهور النادي الأهلي على مثل هذه الأمور. النادي الأهلي هو اللي بيقود، وبالتالي من يعني وهو حق الأندية الأخرى بالمناسبة طبعًا يعني. معلش أنا هقول لك كلمة واحدة يعني. فعشان كده أنا بقول لك أتمنى أن حضراتكم تحضروا مثل هذه الأمور، تحضروا الافكار اللي نقدر نتكلم موجودة فيها الملفات الفتره او الملفات، لان الفتره القادمه هي فتره مثل هذه الامور. هقول لك كلمه واحده بس تثبت لك ان في فشل في اداره الانديه. هقول لك مثال هو ما اقصدش بيه كلمه فشل. هقول لك حاجه معلش على فكره مش المجالس دي، مش المجالس دي عشان على فكره نتكلم لا مش المجالس دي، القصه تتابعا بمعنى ايه. نادي في محافظه ما تفهمنيش ان النادي في المحافظه ده اللي فيها رجال اعمال وشركات ومصانع ما عندوش حد يجي يعلن ويحط التيشيرت ويحط على لوحات الملعب ويحط مش عارف مين، الكلام ده موجود. بس انا قاعد على الكرسي عايز انتخابات براضي الاعضاء بعيده عن ان انا بشتغل لمصلحه النادي. انا بديك مثال بسيط جدا، وانا اعرف محافظه معانا فيها مجموعه كبيره جدا من رجال اعمال تتمنى ان النادي مثلا يفتح، اعمل رعاه، اعمل 10 12 راعي، مش هقول لك بارقام ملايين، لو عملت بمليون جنيه خدت 10 مليون. هو لو كل بقى لو 10 12 وخدت بمليون ادي 12 مليون 12 مليون جنيه غير بقى حاجات تانية. فانت لو اشتغلت على هذا الاساس هتعرف توفر الفلوس، لكن ما فيش حد عايز يشتغل يا كابتن. ده اللي انا بقصده والله، انا مش بوجه التهم لحد، والقصه مش قصه مجلس حالي او حتى سابق، القصه نتاج 20 سنه ورا. حكيم هم مش عايزين يشتغلوا، هو مش عاوز الراجل ده يجي عشان العيله هي اللي ماسكه النادي. طيب ده فده لو جه هيبين. خلينا نتكلم بصراحه شديده، عايزين نواجه المشكله. ايوه ما هو طالب مننا انا وانت واحنا بنهرب صح. استاذ عصام عارف الكلام ده كويس. عارفين مثلا ان هناك بعض الفرق، مش بعض الفرق، كثير من الفرق اللي كانت بتوصل يعني، انا وانا ما كنت بسمع الكلام ده في الدرجه الثانيه، يقول لك ايه تيجي تطلع في الماتشات الاخرانيه تلاقي الفرق وقعت. كابتن انا موجوده شاهد عيان، ما تيجي تسال يقول لك احنا اصل احنا لو طلعنا درجه ممتاز هنتغلب من الفرق كلها فمش هناخد مكافئات. اللعيب ايوه ده بتتواكب الاداره مع الرغبه. ما انا لسه حكي لك الراجل يعني كان يعني من الناس اللي تتلمذنا معاه وما قال لك على فكره اللي حضرتك قلته يا كابتن ولا اللعيبه هتقبض يعني، هي الرغبه متواجده. اللي حضرتك قلته يا كابتن اللي حضرتك قلته ده فعلا واقع. انا هكلمك على بلدي واقع. خلينا لا لا مش عايزين نتكلم على حد بعينه. حته معينه صح صح، مش عايزين نتكلم على حد بعينه، خلينا نتكلم بشكل عام، لانه في النهايه انت هنا بتتكلم على صالح على العموم افضل. طبعا انا اللي يهمني يعني احنا دلوقتي لو الكلام ده اللي احنا بنقوله حصل
نادي زي اسوان كان هيبقى محتاج حد يستنى دعم من وزير ولا بتاع؟ لا طبعا خالص، كان هيبقى عنده على الاقل 12 13 مليون جنيه، دي مستحقات لعيبته. استاذ حكيم لو 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 فعلا وده حقيقي هيحصل ان شاء الله، الاهلي عند وعده كنادي كبير واعلام النادي الاهلي لو ادونا الوقت حضرتك اول حاجه كده اسوان دي تعج اصلا بالاوتيلات والمراكب السياحيه طبعا. وكل حاجه. طب اقول لك هناك النادي الاسماعيلي، وانا بقول لك اهو ازاي اللي بيتكلم عن النادي الاسماعيلي مش عارف انه في ناس معاها 600 700 عضويه دول الجمعيه وكرنياتهم مع ناس بعينها على مسؤوليتها. بتفتح اخر العضوات خليهم 10,000 عضو يا اخي ويجوا يتكلموا ويناقشوا ويتناقشوا. خلي بال حضرتك كمان انا بقول دي الحاجات بقى اللي انت عارف ثلاث ارباعها الفتره القادمه ان شاء الله بعد ارجوك الفتره دي حتى للانديه اللي عايز يجي يتكلم. طب مع ما لازم يجوا يتكلم لانه بيني وبينك احنا محتاجين. ولو حد عايز يعرض افكار يا كابتن للتسويق نفتح الباب. ما هو ده جزء، ما هو ده في هتلاقي ناس كتير جدا على فكره، يعني هتلاقي ناس تيجي تقول لك انا عندي فكره تسويق للنادي الفلاني. لو انت فتحت الموضوع هتلاقي مشكلة. هتلاقي ناس تيجي تكلمك. النادي الاهلي خلي بالك النادي الاهلي هو دائما الكبير، وبالتالي الكبير من حقه ان هو يفتح كل المواضيع اللي تخص الانديه المصريه لان حقوقهم عنده كبيره قوي. كبير صحيح مظبوط. فبالتالي يعني ان شاء الله هنعمل كده خلال الفتره القادمه الحمد لله. يعني احنا كمان عندنا هنلاقي وقت صحيح، يعني احنا هنلاقي وقت راح. احنا ما كناش لاقيين كاس مصر على طول بعديها ثم بعدها اتفضل ما فيش هم بيقفل لي الموضوع. كاس مصر يوم 30 انت هتخلص 24 او 25 يوم 30 كاس مصر على طول، ما فيش اصلا ما فيش مجال لوقت. هنلاقي وقت لانه فعلا حتى هي جايه نموذج يعني جميل اسمه البيت الكبير يعني صحيح. يعني وهذه الحقيقه تهم الجميع. والاهلي عشان يستمر بطلا كبيرا عالميا لازم السيستم يبقى جاي من تحت، مش سيستم هو بس، نظام الكره في بلادنا يعني. ان شاء الله يكون هذا الامر خلال الفتره القادمه. انا بشكرك جدا يا استاذ عصام. شكرا يا كابتن اسلام. مبروك يا كابتن، مبروك علينا كلنا. شكرا جدا استاذ حكيم والف مبروك مره ثانيه. مبروك للنادي الاهلي وجميله. طيب دي كانت حلقة النهاردة، إن شاء الله بكرة تكون هناك حلقة جديدة. وزي ما حضراتكم عارفين يوم الخميس القادم هي مباراة الأهلي والزمالك، إن شاء الله بكرة هكون عندنا ملفات فنية أكتر في هذه المباراة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.